هؤلاء الذين قرروا أن يفشلوا مشروع التهجير وأن يعلنوا للعالم بأن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لن يغادر أرضه ولن يغادر منازله المهدمة، وهذه إرادة ما بعدها إرادة. أنا في تقديري هذه الإرادة هي اليوم التي تفشل كل هذه المخططات، أو على الأقل تحاول أن تبقي القضية الفلسطينية ضمن هذا إطارها الأخلاقي الصحيح في وقت تتضافر كل الجهود الصهيونية والدولية والإقليمية لهدم هذا الإطار الأخلاقي للقضية الفلسطينية، ومحاولة إظهار أن ما يتم هو مواجهة مع حركة حماس المسلحة. أنا أعتقد أنه الذين اختاروا البقاء في شمال غزة هم الشريحة الفلسطينية الأكثر أخلاقية، هم من يعني هم أكثر وعي وأكثر إدراك بطبيعة المخطط، لهذا قرر الكيان الصهيوني توجيعهم، وهي واحدة من وسائل الحرب التي تثبت حقيقة أن ما يجري هو حرب إبادة. محاولة التجويع حتى الموت هو حرب إبادة، هدم المستشفيات حرب إبادة، منع الناس من الحركة، منع الغذاء، الطعام، الماء، الطبابة، كل ما يمكن أن يبقى الإنسان على قيد الحياة هي حرب إبادة. هذا النوع من الضغوط الهائل التي يتلقاها الشعب الفلسطيني في شمال غزة جزء من استراتيجية نتنياهو الذي يهدف من خلالها إلى الوصول إلى صفقة مريحة بالنسبة لكيانه الإرهابي. هو يريد عودة، يريد أن يفرض على المقاومة الفلسطينية شروطه، هو وضع خطوط حمر، أنه لن ينسحب، أنه لن يوقف الحرب، أنه لن يطلق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين، وبالتالي هو يريد عودة الأسرى الإسرائيليين دون أي مقابل. وسيلته إلى هذا هو الضغط، والضغط الشديد الذي نراه اليوم في خان يونس من خلال إخراج ثاني أكبر مستشفى كما سبق وأنا أشرت عن الجاهزية الطبية، مواصلة الضغط على شمال غزة ومنع وصول الأغذية والمساعدات إلى شمال غزة، هذا ضغط كبير. القتل المفرط الذي يمارسه الكيان الصهيوني خلال خصوصا خلال اليومين الماضيين، وما له مبرر في الحقيقة إلا أنه يعبر عن الاستراتيجية العدوانية لنتنياهو وفريقه المتطرف في الحكومة الصهيونية التي تريد أن تأخذ كل شيء، تريد أن تأخذ الأرض، تريد أن تكسر إرادة الإنسان بقوة السلاح. هذا الأمر أنا في تقديري سيفشل، ولكن يبقى التهديد على ما هو عليه في شمال غزة، التهديد بأن أبناء شمال غزة يواجهون خطر المجاعة الحقيقية، وهي حرب إبادة بكل ما تعني الكلمة، تضع أمام الأطراف الإقليمية خصوصا العربية والإسلامية مسؤولية كبيرة جدا. المسؤولون الذين يزورون المحافل الدولية للأسف، يعني أنا سمعت تصريح لوزير الخارجية المصري ويتحدث فيه عن أن حماس خارج الإجماع الوطني، كان على هذا الوزير المصري أن يتحدث عن المجاعة التي تعصف بأبناء محافظة شمال غزة ومدينة غزة، كان عليه أن ينور الرأي العام بأن ما يجري في غزة غير ممكن وغير محتمل. وزير الخارجية السعودي على الأقل أشار إلى هذه النقطة وركز عليها وقال أن الأولوية هو وقف الحرب وإنهاء المجاعة الموجودة في غزة. هذا أنا أعتقد أنه منطق مسؤول وينبغي أن نراه ونسمعه من قبل المسؤولين العرب الذين يزورون المحافل الدولية.